لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بضيفنا الكريم وجميع الحاضرين والسامعين في هذا المجلس المبارك. أنا عندما أقوم في هذا المجلس الكريم جدير مبتهج. نحن اجتمعنا في هذا المجلس المبارك الميمون في هذا الشهر الفضيل، في شهر الربيع، ربيع الأول، الشهر الذي تمت فيه ولادة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الشهر الذي تلوع بعبق الولادة المحمدية صلى الله عليه وسلم. وقد تشرفنا اليوم بحضور شخصية إسلامية فذة، بارك الله فيه، وقد تشرفنا بحضوره في هذا المجلس الكريم. أيها الحضور الكرام، في هذا المجلس أريد أن أعرفكم ضيفنا الكريم، وهو الشيخ الحبيب حسين الثقاف، الواعظ والخطيب بجامع عبد السلام رفيع بدبي الإمارات العربية المتحدة. وشخصيا لي علاقة بهذا الشيخ ولعله لا يعرفني، وكنت أحضر دروسه ومحاضراته في أبوظبي عندما كنت أشتغل في أبوظبي قبل عدة سنوات، وكنت أحضر في كل أسبوع في مجلس الصلاة، وكانت محاضراته جذابة للغاية. والله هذا صدق. وهذا الشيخ الكريم ضيفنا العزيز من علماء أهل السنة والجماعة ولله الحمد، وهو من تلامذة كبار العلماء من اليمن والعالم الإسلامي، وخاصة هو تلميذ حبيبنا الشيخ عمر بن حفيظ متعه الله بحياته. أيها الحضور الكرام، عنده موقع إلكتروني مشهور واسمه himma.net، وهو منبر إسلامي دعوي، وقد جمع هذا الموقع الإلكتروني محاضراته ودروسه، وكذلك جمع مقالاته والتعريف عن شخصيته الفذة. إن شاء الله سيقوم ضيفنا الكريم خلال بضع دقائق وسيقوم بتتويجنا بمحاضرة قيمة ونصيحة غالية مما تنفع الدارسين والدارسات وجميع المدرسين الحاضرين في هذا المجلس الكريم. وها نحن الآن قد اجتمعنا في هذا المجلس الذي عقده المجلس الوطني لجمعية العلماء، المجلس الوطني لسمستا. والشيخ الكريم لعله يعرف جمعيتنا الغراء، جمعية سمستا كيرلا، جمعية العلماء، جمعية العلماء لعموم كيرلا، وهي جمعية إسلامية تسير على درب أهل السنة والجماعة على عقيدة الأشعرية والمذهب الشافعي. وقد تم إنشاء هذا المجلس حاليا من قبل مجلس الشورى لجمعية العلماء بهدف تنشئة جيل صالح للقيام بالدعوة الإسلامية سمها في مختلف المجالات. وهذا المجلس تحته عدد كبير من الكليات الشرعية للطلاب والطالبات، وعدد الدارسين في هذه الكليات تربو على 1300. إن شاء الله نحن ننتظر وندعو الله جل جلاله أن يجعل هذا الدرب منورا
بكل الإنجازات على درب أهل السنة والجماعة. ولا أريد أن أطيل كلامي، ولا أمل لكم بهذه الكلمة الترحيبية، ولا نريد أن نفوت وقت ضيفنا الكريم، حيث إنه مشغول بأعماله التربوية والدعوية، ونحن كلنا مسرورون بحضوركم أيها الشيخ الجليل في هذا المجلس، وقد تشرفنا بلقائكم وأمام هذه الشاشة يراقبك ويستمع إليكم عدد كبير من الطلاب والطالبات، وكذلك الطالبات هن وراء الشاشة، كلهن يسمعنك وينتظرن نصيحاتك القيمة إن شاء الله. وهذا شرف لنا حضوركم، ودائما نحن ننتظر اتصالكم بنا، وهذا المجلس إن شاء الله سيجعل معكم علاقة وطيدة في حاله وفي المستقبل إن شاء الله. نحن سنعمل يدا بيد في مجال الدعوة الإسلامية، وقد جعلنا في هذه الجلسة، في هذا الاجتماع، فرصة للاستفسارات، للتفاعل معكم، للطالبات والطلاب إن شاء الله سيقومون بالأسئلة عن بعض الأشياء، حيث تعمل فضيلتكم في المجال الدعوي في مختلف المجالات في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، فعندكم خبرة كافية وافية إن شاء الله. سننتظر منكم زيادة. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور، وبارك الله فيكم، ونبر دروبكم في طريقة أهل السنة والجماعة. آمين. ويقوم فضيلة الشيخ الحبيب حسين الثقاف بتتويجنا بمحاضرته القيمة أمام هذا الحفل الكريم، فليتفضل المشكورة. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين، يختص برحمته من يشاء، يحب من يشاء، ويقرب من يشاء، ويرفع من يشاء، ويعز من يشاء، وينور من يشاء، ويدل على من يشاء بمن يشاء لما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي برحمته عمنا، وبحبيبه خصنا، وبدعوته عمنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك، ومن سار على دربك ومنهاجك إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتنا وعلماءنا ومشايخنا في بلاد كيرلا بالهند، أيها طلبة العلم وطالبات العلم، أيها الأحباب والمحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، أيها المشتاقون لرؤية جمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا معشر من آمن بسيدنا محمد ولم يره، يا معشر من أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتمنى أن يراه وأن يجتمع به، يا معشر من حضر، يا طلاب العلم، يا طلاب الشريعة، يا طلاب الطريقة والحقيقة، يا طلاب أهل النور والسلوك والسير إلى الله عز وجل، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. سلام عليكم يا علماء كيرلا، سلام عليكم يا من بذلتم وتبذلون الغالي والغوالي كلها، يا من تبذلونها في سبيل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعني وإياكم في هذه السويعة المباركة، في هذا الشهر العظيم المبارك،
نتلمس فضل الله عز وجل، نتلمس نظر الله تبارك وتعالى، نتلمس أن يفتح لنا ولكم باب القبول ببركة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي تعلمنا في الشريعة المباركة أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه مفتاح لكل الأبواب التي هي مغلقة، هي مفتاح لأبواب السماء. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا في حديثه أن الدعاء مردود بين السماء والأرض حتى يثنى على الله ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كل دعوات البشرية، كل دعوات الإنس والجن، دعوات الملائكة إنما هي تتوقف حتى يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل تعلمون أحبتنا في الله أن لولا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الرحمة؟ حينما نصلي على موتانا ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تعلمون ركن من أركان صلاة الجنازة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها رحمة، لأنه فمن قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فعشر رحمات تنزل من الله سبحانه وتعالى على المصلي وعلى المكان الذي يصلي فيه، على المصلي ذاته وعلى المصلى الذي يصلى فيه، وعلى المكان رحمات تنزل ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما أعظمه من فضل، وما أعظمه من جود، وما أعظمه من إحسان، إنها ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها الصحابة رضي الله عنهم يوما ما، حينما كانوا جلوسا بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما مبتهجا، وكأن الشمس تشرق من وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه عن سبب بشره وفرحه وفرحته، فقال إن الله قال له: يا محمد إن من صلى عليك من أمتك صلاة صليت عليك بها عشرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الفضل، بهذا الجود، بهذا الإحسان، وكان فضل الله عليك عظيما. أي عظمة أن يأتي واحد مسلم بسيط، ربما يكون مذنبا، ربما يكون عنده شيء من النقص، فإذا ما صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا يجد فضلا من الله، الله يصلي عليه عشر صلوات. لا، ليس فقط الله، بل الله وملائكته جميعهم يصلون على من صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الفضل؟ كل الملائكة، أول سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير ومالك ورضوان ورقيب وعتيد وما حملة العرش وملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة التي لا يعرفهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، كل هؤلاء، كل الملائكة يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلون على من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله وملائكته، كل الملائكة جميعا يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما صلى أحدنا على سيدنا محمد فإن صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي على من صلى عليه، وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالحمد لله على هذا الفضل. وإنكم يا أهل بلادي، كلا في بلاد الهند، لقد التقينا بعلمائكم والتقينا بكثير من أبنائكم والتقينا بكثير من المدرسين، فوجدنا فيهم التربية الحسنة، وجدنا فيهم التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدنا فيهم أحكام الشريعة، ووجدنا فيهم أحكام الطريقة،
فوجدنا أن بلادكم تنبعث منها أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنبعث فيها أنوار الشريعة المطهرة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب العلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. فهنيئا لكل طالب وطالبة، لكل طالب طالب علم ولكل طالبة علم، حينما تذهب إلى مجالس العلم فإنها تمشي على أجنحة الملائكة عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله هذا المجمع الكريم اجتمعنا حبا لله، حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من بلدان شتى، ليس بيننا وبينكم نسب، وليس بيننا وبينكم بلاد، ولكن يجمعنا حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا أن الأنصار في كل مكان، الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفات كثيرة، لكن من صفات الأنصار يجتمعون على ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحبون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يجمعهم ذكره، يجمعهم تجمعهم سيرته، تجمعهم شمائله، تجمعهم أخلاقه، هكذا يجتمعون وهكذا يتفرقون. فلذلك أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أينما كانوا، في أي بلاد من بلاد العالم، في بلاد الهند أو في بلاد اليمن أو في بلاد الشام أو في بلاد مصر أو في الصين أو في أوروبا أو في آسيا أو في أفريقيا أو في القرى أو في المدن أو في الأبراج أو دونها، كل هؤلاء إذا اجتمعوا على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهم من صفات الأنصار الذين عشقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أنتم يا طلاب العلم وطالبات العلم، احمدوا ربكم، احمدوه حمدا كثيرا، احمدوه ثم احمدوه ثم احمدوه. لماذا؟ لأنكم وجدتم في بلادكم علماء صالحين، أهل السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علماؤكم موجودون في بلادكم بين أيديكم، تلقوا العلم ونور العلم وسر العلم وعلم الشريعة والطريقة والحقيقة، أخذوه كابرا عن كابر، أخذوه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخذوه عن العلماء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم أنكم وجدتم في بلادكم أمثال هؤلاء العلماء الذين إذا حضرتم عندهم فإنكم تحضرون وأنتم على شيء من الطمأنينة، على شيء من الثقة، أنكم تتلقون علما طاهرا نقيا صافيا، ليس فيه شبهة فتنة، وليس فيه تطرق، وليس فيه بدعة، وليس فيه ما يخالف منهج أهل السلوك وأهل التصوف وأهل الشريعة والطريقة التي أخذناها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم، هنيئا لكم. بل وسترون إن شاء الله تعالى في المستقبل أن يأتي إليكم كثير من الناس من بلاد شتى يطلبون العلم عندكم، ويحفظون القرآن عندكم، ويأخذون فقه الشريعة عندكم، ويأخذون الفقه الإمام الشافعي عندكم. لا تستغربون من ذلك، ربما البعض يستغرب، أي يمكن هذا أن يحضر هؤلاء الناس إلى بلاد ليتعلموا؟ هل يمكن أن يحضر بعض الناس ليتعلموا؟ نعم، فإن الله عز وجل جعل العالم كعبة للطلاب، فحينما وجد هذا العالم، حينما وجد هؤلاء العلماء، فإن الله عز وجل يرسل إليهم من طلبة العلم. فالحمد لله، ورأينا كثيرا من الاجتماعات التي تعد بالملايين في بلادكم، يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون البردة الشريفة: مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما شاء الله، وحضرنا كثيرا من بعض إحبابنا هنا في هذه البلاد وغيرها من البلدان، ما شاء الله النور النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر. وفي شهر هذا الربيع أريد أن ألفت أنظاركم إلى بعض النقاط المهمة. هذه النقاط المهمة يحب أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم في أحبابه. النقطة الأولى، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يضع في قلوبكم الشوق الكبير لرؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا الشوق إذا وجد في قلوبكم تنبعث منه رائحة روحية إلى عالم البرزخ، إلى العالم العلوي، ليجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعرف تتعرف روحه الشريفة على أرواحكم، وتكون الروح الشريفة تتلفت لأحبابها من الذين لا يزالون يعيشون في الكرة الأرضية. وأنتم تعلمون وأنتم طلاب علم، طلاب علم، درستم في السيرة النبوية أنه قبل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقاله إلى الرفيق الأعلى، طلب أن يخرج بزيارة أهل أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، شهداء أحد، وكان من جملتهم سيدنا حمزة عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينما ذهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة شهداء أحد وزيارة عم سيدنا حمزة رضي الله عنه، كان متأثرا، فحينما انتهى من زيارته ورجع قال لمن معه من الصحابة: أبلغوا عني أمتي السلام، أبلغوهم عني السلام. لذلك نقول نحن وإياكم: عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغكم سلامكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أي أنا أنتظركم على الحوض، أنا ما تنتظرونه على الحوض، أنا ما ستجدونه على الحوض، أنا أتابعكم، أنا أنظر إليكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، وهذا ليس للنبي إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال في مسند البزار بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم. حياتي خير لكم لمن كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن حياته خير، أن حياته خير لهم، يرونه ويسلمون عليه ويصلون خلفه ويجاهدون معه ويتكلمون معه وينظرون إليه ويقتدون به صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومماتي خير لكم لمن يأتي بعده، ولذلك حياته ومماته توزعت على جميع أمته، من كان في زمنه ومن كان بعد زمنه. ولذلك أنا أقول لكم أن أكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تر نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي قبضت روحه الشريفة وبقيت أمته تعيش بعده. ما في نبي عاشت بعده أمته إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: تعرض علي أعمالكم فعملي وعملكم، يعرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرض؟ تعرض أعمالنا على من كان ميتا، بل إنه انتقل إلى عالم أوسع يرى أعمالي وأعمالكم صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت خيرا فرحت واستبشرت، فرحت واستبشرت. هل تشكون أنه أن هذا المجلس لا يكون أحب ما يعرض عليه في يومكم هذا؟ ما هذا اليوم؟ هذا يوم الاثنين، نحن في أول يوم اثنين من شربيع الأول، الذي قال صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب صومه ليوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. نحن وإياكم في شهر ولد فيه وفي يوم ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع الله لنا وإياكم هذه الجمعية في هذا اليوم، يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، الذي حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم سبب صيامه: ذاك يوم ولدت فيه. ويوم الاثنين أيضا يوم تعرض فيه الأعمال على الله، يوم الاثنين والخميس. فنحن في يوم عظيم، في
في ساعة مباركة هذا اليوم تعرض أعمالنا على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض أعماله على الله في يوم اثنين، وتعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وغيره، تعرض عليه أعمالكم. هذا الاجتماع إنه يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتماع من أجله، اجتماع لحبه، اجتماع لسنته، اجتماع لشريعته، اجتماع لدعوته، اجتماع لأمته. نتحدث عن من؟ نصف من؟ من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فيعرض هذا العمل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت خيرا فرحت واستبشرت. الآن ألا أجد النبي صلى الله عليه وسلم في عرض أعمالنا عليه فرحا عظيما؟ لا شك فرح عظيم يرى هذه الأعداد من الطلاب والطالبات ومن المحبين ومن الحاضرين ومن العلماء، ما شاء الله اجتمعوا على هذه الصفة لأجل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه فرح عظيم. هذه الساعة رسول الله يفرح بنا إن شاء الله تعالى بقلب شريف صلى الله عليه وآله وسلم. وإن إدخال الفرح على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهو أحب، لهو أفضل أعمال، من أفضل من أعمالنا. اجمعوا أعمالكم كلها من الأعمال الصالحة، من صلواتكم ومن صيامكم ومن عباداتكم ومن صدقاتكم ومن تلاواتكم. هل تجدون أن أعمالنا الصالحة هي أفضل عند الله من فرح قلب سيدنا رسول الله بنا؟ لا لا، وكيف لا؟ وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما نقيم أن رضا الله في رضا الوالدين. فإذا كان الوالدان راضيين عن أبنائهما فإن الله يرضى عن هؤلاء الأبناء، فكيف بقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالحمد لله، وهذا الفضل من الله عز وجل. إذن هذا أول شيء لابد أن تعلموه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على أرواح أحبابه، لأن يوم القيامة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بأحبابه، حيث أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، والملك يعلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة واسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حري بنا أن نحسن من صلاتنا، فإذا صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم استشعرنا مقامه الكبير، مقامه العظيم، استشعرنا نوريته وروحانيته، واستشعرنا أننا بين يديه، فنقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أن تصلي عليه صلاة حاضر لحاضر حتى تجد روحك تتلقى من هذا السلام، هذا المكان، هذه العظمة، فيصلي عليك الله وملائكته صلى الله عليه وسلم. بل قيل حتى إذا مات هذا الذي محب النبي صلى الله عليه وسلم والذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات أيضا فإن الملائكة تكون محبة له. جاء في بعض ذكر في بعض كتب التفسير أن أحد شباب الأنصار مرض واشتد عليه المرض، فزاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليزوره قبل أن يتوفى. فحينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ملك الموت واقفا على رأس هذا الشاب الأنصاري. وطبعا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الآخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى من أمامي كما أني أرى من خلفي كما أرى من أمامي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم قد رأى صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وفي غيرها صلى الله عليه وآله وسلم، بل رأى الجنة قد أتت إليه صفوه في صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان واقفا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ملك الموت واقفا على رأس هذا الشاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم
يعني كان أصابته حالة لرؤية ملك الموت، لأنه عرف أنه سيموت، أنه سيقبض، إلا أن من كان معه من الصحابة لم يروا ملك الموت عليه السلام. فحينما رآه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الموت عليه السلام، قال له أرفق به، يعني إذا أردت أن تقبض روحه أرفق به، فإنه من أصحابي، هذا من أصحابي، فإذا أردت أن تقبض روحه تلطف به، كن لطيفا به، لا تنزع روحه نزعا انتزاعا شديدا، تلطف به واقبض روحه بهدوء وسكينة وسكينة، لأن هذا من أصحابي، هذا من أحبابي. الله أكبر. فماذا تظنون رد عليه ملك الموت عليه السلام؟ قال يا رسول الله أبشر، فإني رحيم لطيف بكل أمتك، بكل أحبابك، كل من يحبك، كل من كان من أمتك حقا، كل من يعشقك، أنا لطيف به. لأننا كما ذكرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، حتى ملك الموت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أنت، وإذا كنت أنت من المكثرات من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ملك الموت كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على من صلى عليه. فإذا حانت ساعة اللقاء فأت روحك إن شاء الله، وروحك يا أيها الإنسان لطيفة بأيدي كرام، كان قال الله عنهم كراما كاتبين، وكذلك كراما بررة عليهم السلام. فالله يجعلنا وإياكم مع هؤلاء الصالحين والصادقين. الحمد لله على هذا الفضل، ما شاء الله. إن شاء الله تعالى نحن وإياكم على خير عظيم وعلى بركة عظيمة في هذه الساعة المباركة. أيضا النقطة الثالثة التي لابد أن تعلموها، أن الله خصكم بعلم الشريعة. قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. كان من الممكن أن كل واحد منكم أيها الطلاب ومنكن أيها الطالبات أن يكون أحدكم من طلاب الدنيا، ممن يهتم بعلوم الدنيا ويعيش حياة الدنيا كما يعيش مئات وملايين من الشباب والشابات، يعيش في حياة الدنيا ويأخذ أعمال الدنيا ويستمتع بالدنيا ولو كان مسلما، لكنه يكون مشغولا بالدنيا عن الآخرة. لكن الله عز وجل اصطفاكم وانتقاكم وقال أنا أختاركم أن تحملوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اخترتكم أن تكونوا أوعية لنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا اخترتكم لتكونوا أنوارا أوعية لعلم الشريعة والطريقة والحقيقة، كما قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وأنا اصطفيتك فاستمع، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاسمعوا مني أيها الطلاب والطالبات، طلاب الشريعة وطلاب العلم، الله اصطفاكم، الله اختاركم، الله نظر إلى قلوبكم فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله نظر إلى قلوبكم فوجد في قلوبكم الصفاء والمحبة والشوق والصفات الطيبة، فقال أنا اخترتكم أن تكونوا طلاب الشريعة، طلاب العلم، تتغذى أرواحكم بهذه الشريعة. أنتم الآن اصطفاكم الله عز وجل ليحملكم أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، ليحملكم إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وكل منكم يأخذ بحظ وافر من علمائكم الذين تلقوا هذا العلم كابرا عن كابر. هذا العلم ليس موجودا في الإنترنت،
وليس موجودا في السطور، بل هو موجود في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا العلم الذي تأخذون عن شيوخكم إنما تتلقونه بسلسلة نقية طاهرة كابرا عن كابر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. حافظوا على هذا العلم، حافظوا على هذا الإرث، وأنتم اعلموا أنكم إذا تعلمتم هذه العلوم فلستم لبلادكم في بلاد الهند، بل تعلموه لتعلموا غيركم في العالم كله. وإنا إن شاء الله نرجو أن نرى علماء الهند يعلمون أبناء في آسيا أو في أوروبا. نريد أن نرى علماء الهند يمسكون المساجد في أوروبا أو في غيرها، يكونوا أئمة، يكونوا دعاة. نريد كذلك من الداعيات، من طالبات العلم من الهند، من بلاد الهند، من بلادكم، من كيرلا وغيرها، أن يكونوا طالبات علم وداعيات إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله، وكثير من علماء حضرموت ومن علماء أستاذ بني علوي هاجروا إلى بلاد الهند، وكان من جملتهم السيد عبد الله الجفري الذي وقف أمام ثلاثة منهم، ثلاثة أخوة وقفوا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الزيارات. ثم حينما زاروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاهدوا فيما بينهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بما في بداية الهداية، بما في بداية الهداية اجتمعوا وقالوا نتعاهد فيما بيننا أن نقرأ ونعمل بما في كتاب بداية الهداية لإمام الغزالي رحمه الله تعالى، واتفقوا على ذلك وتعاهدوا أمام ضريح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تفرقوا، فجاءتهم الإشارة أنك يا فلان اذهب إلى بلادك في ترين، ويا فلان اذهب إلى البلد الفلاني، ويا فلان اذهب إلى بلاد الهند. وجاء إلى بلادكم من أسد بن بني علوي من بلاد الهند بعد إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. من ها هنا حصل الاتصال وحصل اللقاء. أنتم بعث إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه من بني علوي، اذهب إلى بلاد السند وإلى بلاد الهند. وجاء إليكم بعده من العلماء من بلاد حضرموت من بلاد ترين ليحصل هناك اللقاء الروحي والذاتي والصفاتي من علماء اليمن، علماء ترين، علماء حضرموت، علماء بني علوي وعلماء الهند، وكان المرسل إليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كم هي العناية تحيط بكم؟ أرأيتم كيف أنتم على نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أرأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اختاركم؟ فلذلكم فأنتم إن شاء الله تعالى لستم تتعلمون الشريعة والطريقة والحقيقة لبلادكم فقط، بل تعلموه لتعلموا غيركم في أي مكان في العالم إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم لهذا الأمر. فلذلك عليكم أن تجدوا وأن تجتهدوا وأن تتعرفوا وأن تزيدوا همة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، ولا تتضجروا ولا تيأسوا، فإن الله عز وجل يمهد لكم والعاقبة للمتقين. ولكن أوصي نفسي وإياكم بالمثابرة والجد والاجتهاد وإخلاص النية. إياكم أن أنبه نفسي وإياكم أن يظن أحدنا أنه أفضل من غيره، لا، إنما اصطفاء الله عز وجل، إنما هو انتقاء من الله تبارك وتعالى. ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، نعمة الله ولو نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء سبحانه وتعالى. أكثركم رحمة، أكثركم صفاء، أكثركم صدق مع الله عز وجل، هو الذي يصطفي وهو الذي يقرب عند الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن اجتمعنا على هذا النت
وإن شاء الله تعالى نجتمع قريبا إن شاء الله تعالى في مجالسكم، وفي نستفيد منكم وتستفيدون من دعوة الله سبحانه وتعالى. أنا كنت سافرت إلى كثير كما سمعتم من الشيخ المقدم جزاه الله خيرا، كان قال أنت هو يعرفني وأنا لا أتذكره، لكن نعرف أرواحكم وقلوبكم. سافرت إلى كثير من البلاد للدعوة الله سبحانه وتعالى، ورأينا ما شاء الله إقبال الناس ومحبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أهل السنة والجماعة، لأن هناك كثير من للأسف من الأفكار الخاطئة ومن المذاهب الخاطئة التي تعكر والتي تلوث المذهب الصحيح، المذهب الطيب، المذهب النقي. فالناس العالم يحتاجون إلى هذا المنهج وإلى هذه الطريقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم في هذا اللقاء. لا أريد أن أطيل عليكم، فالكلام كثير ولكن خير الكلام ما قل ودل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وجزا الله علماءنا ومشايخنا لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. ما شاء الله كلمات جيدة ونصائح نافعة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى. شيخنا الفاضل، بإذنكم إن شاء الله ممكن في طلاب بيسألونك أسئلة، يعني هم بيعرفون أشياء، حيث يعني أنتم تعملون في المجال الدولي. هؤلاء الطلاب هم يعني منحصرين في كيرلا، هم يريدون يعني عشان يعرف ممكن في تجربات، أنت يا روح براني ممكن عندك تجربات، بيسألون إن شاء الله. أنا أفتح لهم المجال، الفرصة للسؤال والتفاعل معكم. جزاكم الله خيرا، تعالى عمرك. آمين إن شاء الله، تفضلوا. هذه فرصة للسؤال، لطرح الأسئلة أمام الشيخ، للطالبات والطلاب من جميع الكليات، فليتفضل كل واحد منكم بسؤاله، إن شاء الله سيجيب الشيخ الفاضل. هم يعرفون اللغة العربية إن شاء الله، يعني في مراحل، عندنا طلاب من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الماجستير. يعني اللغة العربية يعني أهم اللغات التي يعني ندرسها في كلياتنا. ما شاء الله، تمام، بارك الله فيك. آمين يا رب إياكم. نعم. شيخنا الفاضل، أنا سأبتدئ هذا السؤال إن شاء الله. يعني أنت كداعية إسلامي وقد سافرتم في كثير من البلدان مثل سنغافورة وباكستان، يعني وقد رأيت وقرأت في المنبر الإسلامي الدعوي همة نت أنك قد سافرت بالدعوة الإسلامية في عدد كبير من البلدان، فما هي تجربة التجربة يعني في هذه الدعوة؟ نعم، كنت قبل شهر تقريبا أيضا سافرت إلى أمريكا وداغستان، وقبلها بعض الدول أيضا أستراليا. فما شاء الله يعني رأينا المجالس منتشرة وأهل التصوف ما شاء الله الحق منتشرين. وأيضا حتى حينما كنت في بلاد في أمريكا قبل شهر، ما شاء الله رأيت هناك مساجد هي تابعة لمجموعة من مسلمي الهند، وكذلك مسلمي باكستان ومسلمي بنغلاديش، وما شاء الله كانوا على أهل السلوك التصوف ما شاء الله، في منهم الشافعية وفي منهم الأحناف وغيرهم. ما شاء الله كانت تعقد في مساجدهم الموالد
مولد النبي صلى الله عليه وسلم والبردة الشريفة، وكنا نحضر معهم فرحنا، قلنا ما شاء الله هذا موجود أيضا في هذه البلاد. أيضا ذهبنا إلى داغستان ما شاء الله، ورأينا المئات بل آلاف من طلابي طلاب طالبات العلم، وأكثرهم شافعية ما شاء الله، وكلهم يتحدثون ويتعلمون ومهتمون بهذه الطريقة. ولذلك إن شاء الله تعالى من التجارب التي فرحت بها أن هناك إقبال كبير ما شاء الله، الناس يحبون هذا المنهج لأنهم سئموا من المذاهب المتشددة والشديدة التي فيها شيء من الغلو وشيء من الإرهاب والعياذ بالله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى. ونتمنى من طلاب الهند أن إن شاء الله كذلك يكون لهم نصيب في السفر إن شاء الله تعالى، وتعرف على كثير من المدارس. لكن ما شاء الله كما ذكرت أن الجاليات الهندية من أهل السلوك ما شاء الله يعني كانوا يعني يفرحون بقدومنا، وفتحوا لنا بيوتهم من بلاد الهند ما شاء الله، تعقد في بيوتهم الموالد والبردة الشريفة ما شاء الله، ومحبين ومتمسكين في حب النبي صلى الله عليه وسلم والبردة الشريفة الحمد لله. نعم تفضل السيد. صوتك واضح شيء، صوته واضح ولا مش واضح؟ സൗണ്ട് ക്ലിയർ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അസ്ലം നേപ്പാടിനുള്ള അതിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഐഡിയിൽ അന്ന് സൗണ്ട് ക്ലിയർ കുറവുണ്ട്, എക്കോ സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നു. അതാ അസ്ലം പറഞ്ഞു. الله يبارك فيكم ونحن كذلك فرحون. عفوا أخي الحبيب، صوتك مش واضح. نعم الصوت غير واضح، في صدى. نعم. السؤال الأول أي الشيخ ممكن تصيغه حتى نجيب عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، أنا طالب من ماجستير في كلية شمس العلماء تحت إشراف سمستة كيرلا جمعية العلماء اليوم من كيرلا، ونحن في كيرلا نحن نحتفل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال مختلفة وأنواع متنوعة مثل قصيدة البردة
وقصيدات أخرى وبرنامج في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مثل خطبة والنشيدة التي نسب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المبتدئين ومسلمون المعاصرون وهم يدعون أن احتفال النبي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم شرك لله تعالى. وماذا رأيكم في هذا الموضوع؟ وكيف ندفع هذا الدعوة للمبتدئين في هذا الموضوع؟ نعم، جزاك الله خيرا. أول شيء يعني هداهم الله عز وجل، هذا سببه الجهل، بل كيف يوصف الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشرك وهو أساس التوحيد؟ ألم يقل الله عز وجل هؤلاء القوم ألا يقرؤون القرآن؟ سأعطيكم آية واحدة، هذه الآية الواحدة تدعونا لأن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي نتذكر. ما معنى الاحتفال؟ أي أن نجتمع لنتذكر ونتذاكر هذه النعمة. سأسرد لكم آية وحديثا. يقول النبي، يقول الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال الله: اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي نعمة الله علينا التي بها كنا أعداء فألف بين قلوبنا؟ من الذي ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار؟ من الذي قال المسلم أخو المسلم؟ من الذي قال لا يخذله ولا يظلمه؟ من الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فمن الذي، ما هي نعمة الله هي ورحمته؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالله عز وجل أمرنا أن نتذكر، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها. ما قال اذكروها، أي اجتمعوا وتذاكروا نعمة الله عليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من طبق هذا من الصحابة هم نفسهم الصحابة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حلقة من أصحابه فوجدهم متحلقين، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الله بك. احنا اجتمعنا يا رسول الله نحمد الله على ما هدانا الله بك، اي كانوا يقولون الحمد لله الذي انقذنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الله ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا: الله ما اجلسنا الا هذا. فقال: أما والله ما استحلفتكم تهمة لكم، أنا ما أكذبكم، ولكن هذا جبريل أتاني وقال لي إن الله يقربك السلام ويباهي بهؤلاء، يباهي بهم أي يفاخر بهم. فهذا هو التوحيد وليس الشرك، أن نتذكر نعمة الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية وهذا الحديث كافيان لكل من يدعي بأن هذا بدعة وأن هذا موارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنفسه في صحيح مسلم عندما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا أن نشكر الله على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله. وأنا أقول لكم لا تستمعوا لهؤلاء لأنهم سيضيعون أوقاتكم، فالشريعة واضحة والأدلة واضحة، والمحبون سيمضون في طريقهم. والآن كثير منهم هؤلاء اعتذروا وتراجعوا واعترفوا بأن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واجبة، أهم شيء أن يكون الاحتفال على وصف مذهب الشريعة وعلى وصف الطريقة وعلى وجه ما يحب
يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدون ما يكون فيه مخالفات لهذه الدعوة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هناك السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أنيس من ولاية كيرلا في كلية مجمع شمس العلماء الإسلامية الثانوية. سؤالي، مرحبا مرحبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمية. نعم نعم. لذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا حتى الموت؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، هل لا تكون هذه الصفة نقصانية لكمالية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سيدي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك. الأمية على أنواع. طيب، والأمية إذ كانت بسبب الإنسان أنه لا يريد أن يتعلم فهي نقص، لأنه رضي بنفسه أن يكون أميا تمام أو غير متعلم. ثانيا، أن الأمية تختلف باختلاف الشريعة، فهناك عندنا الشافعية من هو الأمي؟ هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وأنتم طلاب علم أليس كذلك؟ فهناك مسألة، هل يجوز أن يقتدي المقرئ بالأمي في صلاته؟ فطبعا هناك آراء العلماء في ذلك، فالأمية تختلف بمراتبها. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل اختاره أن يكون أميا على فترة بسيطة في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أميته صلى الله عليه وسلم محدودة في زمن معين لإثبات معجزة القرآن الكريم. إلا أن هذه الأمية كما ذكرنا هي ليست نقصا بمفهوم الواقع الذي نعيشه، إنما كان في واقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحديا أنه كيف يكون أميا واستطاع أن ينقذ هؤلاء البشر من التقاتل، من التباعد، من الكفر، من الضلال، من الجهل. أنقذهم، وهؤلاء الذين أنقذهم كان منهم من المتعلمين. فهي أمية قيادية، أمية إرشادية، أمية تأثيرية. فكيف يكون أميا وهو يؤثر في المجتمع؟ أرأيت؟ هذا ليس نقص، بل هذه قوة، قوة شخصية. في عالمنا اليوم، نعم، الأمي أو الجاهل لا يكون يعني مؤثرا، يكون لا يكون له، لا يكون مسموعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأثيره، أميته محدودة في قالب معين، محدود في زمن معين، ليست أمية مطلقة. تمام، ليست أمية مطلقة. كل واحد منكم الآن يعلم شيئا وتخفى عليه أشياء، فهو أمي في الشيء الذي يجهله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأميته في مبدأ التحدي ما بينه وما بين كفار قريش. أيضا أن كفار قريش رغم أنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، إلا أنهم اتهموه بأنه شاعر. فكيف يكون أميا وشاعرا؟ كيف يكون أميا ويلقي الشعر؟ لا يجتمعان. هم يعرفون أن أميته صلى الله عليه وسلم من نوع خاص. أيضا كما ذكرنا أن بعد صلح الحديبية رفع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمية، فصار صلى الله عليه وسلم الأتقى والأخشى والأعلم، أعلمكم بالله سبحانه وتعالى صلى الله تبارك عليه وعلى صحبه وسلم، فمحى الله عنه هذه الأمية. فهي ليست نقصا بل هي كمال، لأنه هذا الأمي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينقل البشرية من الجهل إلى العلم، من الحروب إلى السلم، من الغفلة إلى الحضور مع الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سهلة من كلية غادي نور تحت إشراف سمستقر لجمعية العلماء. أسألك يا شيخ، ما هي العرقلة التي يواجهها الداعية الإسلامي السني على الصعيد العالمي؟ مرحبا بطالبة العلم، ونقول الإعاقة التي يواجهها الداعي الله سبحانه وتعالى، أولا هي نفسه الأمارة بالسوء. لابد أن ننتصر على أنفسنا الأمارة بالسوء. الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يعلم أنه يدعو الناس إلى الله لا إلى نفسه. أنت يا أيها الداعي إلى الله، الناس يريدون أن يسمعوا كلام الله ورسوله لا كلامك أنت. يريدون أن يروا فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتصفى هذا الداعي من أنانيته ومن حديثه عن حزب معين أو جماعة معينة. لا، أنت نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الإعاقة الأولى، النفس لابد أن يكون مخلصا. هذه أمانة، أمانة علمية من كل داعي الله، مؤتمر على كل كلمة يقولها، كل خطاب يقوله، لأن الله عز وجل جمع له هؤلاء الناس والبشر ليستمعوا إليه إلى كلامه. فليتق الله هذا الداعي فيما يقوله. وهذه إعاقة النفس شديدة. الإعاقة الثانية، لا، أنا لا أرى إعاقات حقيقة، بل أرى أن المجال مفتوح. من أراد أن يدعو الله عز وجل المجال مفتوح. أنتم الآن طلاب علم، أعطاكم الله علم، تحتاج إلى أن تخرجوا إلى قرى الهند لتعلموا الناس كيف يتوضؤون وكيف يصلون وكيف يقرؤون القرآن وكيف يتعاملون، إن شاء الله طبعا حسب التيسير. أنا الآن لا أرى هناك إعاقات. الإعاقة هي ذنوبنا ومعاصينا وكسلنا. فإذا ما انتصرنا على كسلنا و يعني غفلتنا، الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. نعم، تفضلوا. إن شاء الله بهذا القدر سنكتفي، لأننا في وقت محدد قد كنا حددنا الوقت إلى 12:10 والنصف. إن شاء الله هل من أحد سنعطي فرصة واحدة فقط لسؤال؟ بس واحد سؤال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، يعجبني أحاديث الصوت فيه صدى. صدى صدى. فضيلة الشيخ، يعجبني أحاديث الشريف يقول عن رضي الله عنه: ما يكون أحد حتى يكون قبيله والده والناس أجمعين. لكن نحن الآن نبالغ في شهدي هذا بربيع الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأليس هذا نقصان بالنسبة لنا؟ فهل نظن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعد السؤال لأنه كان في الأول غير واضح. أعد. شهي نحن في هذه الشهر ربيع الأول نبالغ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نبالغها في أشهر أخرى، أليس هذا نقصان بالنسبة لنا؟ نبالغ في مدح النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخي السؤال، نعم نعم السؤال، نحن نقتصر أيوة في الاحتفال وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، أما في غير هذا الشهر فإحنا نقصر قليل. هل نعم. هذا يعد تقصيرا منا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. نعم، سؤال جيد. أول شيء، التقصير من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كل وقت وحين. نحن مقصرون جدا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد يعني أعظم إنسان وأعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم. فمهما بذلنا ومهما اجتمعنا ومهما احتفلنا ومهما صلينا ومهما قلنا
ولو اجتمع العالم كله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ملايين في كل لحظة وفي كل نفس يعتبر قليل. هل تعلم أخي الطالب لو اجتمع العالم كله يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة بل في كل نفس يصلون عليه بالملايين لكان قليلا 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 في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النقص في هذا الإنسان. الله عز وجل أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحتفل به في كل وقت، لكن في شهر ربيع لأنه وافق مناسبة ذكرى ولادته فنحتاج أن نزيد من الزيادة وأن نكثر من الإكثار، فهمت؟ فمن كان في أصله ناقص فهو نقصه منه، لكن نحن تعلمنا من شيخنا أننا في كل أيامنا وفي كل أسابيعنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ الفردة. ليس فقط بعض الناس يظن أننا نصلي على النبي ونقرأ الفردة ومولد النبي فقط في ربيع وما بعد ربيع لا نعرفه، لا لا، نحن في جميع أيامنا في جميع أسابيع سنتنا نجتمع بل كل لحظة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نكثر من الإكثار، فمن كان مكثرا في غير ربيع فليزد من الإكثار في ربيع، واضح؟ مثل رمضان، رمضان شهر القرآن، هل نحن لا نقرأ إلا في رمضان؟ لا، نحن نقرأ القرآن في جميع السنة، لكن إذا جاء رمضان فلنكثر من التلاوة، واضح؟ وكذلك ربيع، حياكم الله. ما شاء الله ما شاء الله. الأستاذ عبد السلام الباقوي موجود عندنا، هو رئيس مدرسة المجلس الوطني لسمسة، ممكن الشيخ تعرفه، هو كان إمام نعم. في دبي، فليتفضل مشكورا سيلقي أمام هذا الحفل الكريم عدة كلمات، فليتفضل مشكورا. نعم، ورحمة الله. وعليكم السلام. هل في حاجة إلى كلمة بعد هذه؟ ما شاء الله، بعد هذه الكلمات الطيبة المفيدة النافعة، جزا الله الشيخ السيد حبيبي حسن بن حسين بارك الله فيه وفي علمه وفي نشاطاته الشعبية. أظن أننا غير حبيب ليس بحاجة إلى الكلمات، لكن لما دعا المشرف دعاني المشرف المقدم أريد أن أطابقه. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي بعث فينا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على كل بفضل الله تعالى نحن في حفلة ميمونة مباركة مع سيد كبير داعية مشهورة سيدي السيد الحبيب حسين وكبار العلماء، كثير من العلماء والأساتذة لكليات مجلس التعليم الوطني لسمستقر لجميع العلماء. الشيخ يعرف كثيرا مني ومن غيرنا أن مع جمعية العلماء بعموم كارلا يشرف أو تشرف على شؤون الدينية للأمة المسلمة خاصة أهل السنة والجماعة، وتسعين في المئة في كيرلا أهل السنة والجماعة الشافعية الأشاعرة بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل نشاطاتي ودفاعي عن أهل السنة من قبل هذه اللجنة هذه الجمعية. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة هذه الجمعية المباركة. ما شاء الله. وفي هذا الحفل وفي هذا الاجتماع أوصي طلبة العلم والطالبات أن علينا أن نحاول ونسعى للتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر، فإننا مهما اقتربنا وتعرفنا على شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن نكون أكثر أقرب إليه روحيا وقلبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته شخصية جاذبة بل جذابة تجذب إليه كل من عرفه، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من خالطه مباشرة أحبه.
من خالطه مباشرة أحبه، إذا من رآه خابه. يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يأخذه حيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خالطه مباشرة فقد أحب، يستطيع أن يحبه وأن يكون آثر عنده من كل شيء. فعلينا نحن جميعا نعمل في مجال الدعوة والعلم والتعليم والتعلم أن نتعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله تبارك وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم شاهدا، والشاهد له معاني كثيرة. أولا المعنى المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا يوم القيامة للأنبياء ولأممهم، ولكن هنا الأنسب هنا والحال ينبغي أن يكون مباشرا ومقارنا لصاحب الحال. الحال وصف فضلة منتصب في حالي كفردا أبنه كما قال ابن مالك. فينبغي أن يكون الحال مباشرا، فينبغي أن يكون هذه الشهادة مباشرة للرسالة. فلذلك هنا يفضل أن يكون هذه الشهادة شهادة في الدنيا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على نفسه، أنه برهان على نبوته، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصيته والله وأخلاقه وشمائله العبقة كان النبي صلى الله عليه وسلم خير برهان وأعزل شاهد على أنه لم يكن رجلا يصبو إلى دنيا يصيبها أو إمارة يستغلها أو امرأة ينكحها، بل كان نبيا بعثه الله تبارك وتعالى ليخرج من شاء الله إلى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا أشار إليه الإمام الرازي في تفسيره: أي شاعش إلا إلا الله. وقد قال ورد في آية أخرى أنه برهان، قد جاءكم برهان نور من ربكم وبرهان، هكذا أقول، يعني برهان أن الله تبارك وتعالى سمى نبيه برهانا، أي حجة بالغة تهدي إلى الخير إلى الحق إلى حق اليقين. فكلما نتفكر ونتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وإلى حياته، فإن حياته كتاب مفتوح لكل من يقرأ من أوله إلى آخره، لا غش فيه ولا خيانة، كلها أخلاق طيبة وكلها حميدة. فمن تعرف على هذه الشخصية المباركة لا شك أنه يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يبديك بالخبر. كما قال شيخ الحسين بالغ المداح وقد بالغ الوصافون كلهم بالغوا، لكن لم يصلوا إلى النبي إلى عشر معشار ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من فضله. وقد قال واحدهم: أرى كل مدح في النبي مقصرا، ولو صيغ فيه كل عقد مجوهرا، إذا الله أثنى بالذي هو أغيب عليه فما مقدار ما يفتح الورى. فعلينا جميعا صلى الله عليه وسلم، علينا جميعا أن نتعرف أكثر فأكثر وأن نستغل هذا الشهر. نحن نشطون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الحمد لله، لكن لا، يجب علينا أن يكون هذا مخططا ومرتبا، ليس إعادة وتكرار، بل في كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل شؤون حياته شؤونا كثيرة، علينا أن نحاول إلى أن نغوص إلى أغوارها وأن نستخرج كنوز هذه المعارف. فعلينا أن نكون واعين لهذا الأمر، ونحاول جميعا ونحن كلنا في مجال واحد في حقل واحد، فعلينا أن نحاول لاستخراج المزيد من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعارفه وأخباره. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، ونشكر الشيخ الحبيب
على هذا على استجابته لهذه الدعوة من المتواضعة منا، وإن شاء الله نرجو منه إن شاء الله أن يكون على تواصل معنا، وأن يكون معنا في هذا الحقل في حقل الدعوة، لكي يكون مشجعا لنا ومعينا لنا ومرشدا لنا في هذا في مسيرتنا الدعوية وفي مسيرتنا التعليمية. نسأل الله له ولنا جميعا التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ عبد السلام الباقوي، قد نظر حياته للعمل في مجال تنشئة أمة صالحة للقيام بالدعوة الإسلامية، فجزاه الله خير الجزاء. إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، وقد انقضى وقتنا. غير واضح شيخ، صدقت. نعم إن شاء الله. ما شاء الله، حياك الله. سعدت بهذا القدر وجزاك الله خيرا على حضوركم، وقد تشرفنا بحضوركم وبلقائكم. إن شاء الله سننتظر فيما بعد حضوركم في مقابلاتنا وفي مجالسنا وبرامجنا. جزاك الله خيرا، وجعله في ميزان حسناتكم، وجزا الله الجميع الذين شاركوا في هذا المجلس الكريم، وجعل الله جميعا من العلماء العاملين ومن الفائزين في الدارين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو من الشيخ إن شاء الله أن يختم هذا الحفل بدعاء قصيرة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله على ما من الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الله. اللهم رزقنا اجتماعنا اجتماعا محروما، واجعل تفرقا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل هذا المجلس، وتقبل هذا اللقاء، وتقبل هذه الدعوة، وتقبل هذه الكلمات، واجعلها ان شاء الله تعالى في كفة حسناتنا يا رب العالمين. اجعلها هادية واصلة لروح النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم إن هؤلاء الأحبة إخوتنا أو أحبابنا في بلاد الهند وفي كندا من علماء أو من صالحين أو من طلاب أو طالبات، اللهم إنهم يحبون جملة عظيمة، إنهم يحبونك ويحبون نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فأيدهم، اللهم ساعدهم، اللهم كن معهم، اللهم أعلهم، اللهم تولهم، اللهم احفظهم، اللهم انفع بهم، اللهم كثر فيهم العلم، وكثر فيهم العلماء والداعي والدعاة والداعيات الله سبحانه وتعالى. واجعل أنوار النبي تنبعث من بيوتهم في من بيوتهم وفي أفواههم وفي قلوبهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم، واجعلهم وإيانا وأولادنا وبناتنا وأحفادنا من العلماء الصالحين، اجعل فيهم الحفاظ، اجعل فيهم أهل الحديث.